يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلا، وفي الصباح الباكر مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة وفي أيضا بعض العواصم والمدن العالمية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى 25، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-23، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 36-24، ننتقل للسويس 36-24، العريش 33-22، طابة 36-26، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 39-30. أما في الأقصر فالعظمى 42، الصغرى 29، أسوان 43-29، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب 34-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.